رغم الوعود بحل أزمة الدواء، إلا أن الطلبيات لم تصل بعد من الوكلاء إلى الصيدليات، والمواطن رضي بالجنريك وحتى الجنريك مقطوع. لا مش متوفر بالصيدليات، شحيحة جدا، ما في الضغط لبي، ما في مقطوعين بكل الصيدليات، بأكبر الصيدليات مقطوعين. شو بترك بي يموت يعني؟ بدنا حدا هيك يوصلنا صوتنا لا يقدروا بس بالقليل أدوية المزمنة تبع المرضى، دواء الضغط، دواء السكري، بالقليل هول يكونوا موجودين بلبنان، وقد ما بدهم ندفع حقهم، بس مهم ما نروح أرواح. تبل من كل الصيدليات ما بتلاقي دواء، أوقات بنلاقي أوقات لا، أو بكون حدا جاي من برا بجيبنا معه من برا. ما في دواء، وبالصيدليات ما عم نلاقي. دواء الضغط والسكري والقلب ما عنده بقى، خلص. ماما بتاخذ أدوية للأعصاب وللزهايمر؟ ما في شيء أبداً. أبداً ما في. شو عم تعمل بهذا الوضع؟ ما عم بعمل شيء، في الله. ما عم أمن الدواء. ما عم ياخذه، وقفته، شو بعمل؟ صيادلي بالنص بين الوكيل والمريض، دواء مفقود، ولكنهم مضطرين لفتح صيدلياتهم. الوكيل بيقول انا عندي، اعطوني الدعم لحتى نزلون على السوق، والوزاره بتقول له نزل. هاي مشكله بين مصرف لبنان وبين وزاره الصحه، يحلوا هيدا الموضوع، لانه الناس حرام حرام حليب الاطفال، يلي الواحد بيجي بيقول ابني عم يبكي بالبيت بدي حليب لابني. دواء الضغط والقلب هذا ما بتوقف ولا يوم، مش دواء او تي سي وبعدين ماخذ حبه. فعلا يعني نسبه لحد 60-70% من الناس اللي بتفوت بالنهار بنقول لهم ما في او مقطوع، او عم نحاول اذا في بديل، لانه لما الدواء الاساسي انقطع اللي مثله البديل كل العالم قلبت عليه. وفعلا حتى الاطباء بمطارح معينه تعاونوا معنا انه اي بديل ما في مشكله، مو بنفس التركيبه ونفس العيار، بس المشكله انه كل العالم قلبت على هذا البديل، عم نقطع البديل، البديل الاول والثاني والثالث، لانه كله اتجه على نفس المطرح. ونحن مشكلتنا مع الناس، نحن كونتاكت مع الناس، لا الوزاره ولا الوكلاء ولا الحاكم مصر، نحن بين وبين الناس. في ناس ما بترحم، ما بتعرف التفاصيل، وفي ناس بتقدر الامور يحلوها، يقعدوا قعده وحده ويحلوها. لم تستلموا اي شيء من الوكلاء؟ مثل العاده الليمت ما بتصدق. بدي فرجيك هلا الفاتوره يلي 3-4 اوراق بس، واحد 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 من كل صنف، وحده او اثنين، وحده او اثنين. طب انا دواء الضغط اللي عندي عليه 10 مرضى بالشهر بياخذوه من سنين، مثل قبل المسج الجديد من بعد اعلان وقال كمان. هيدي تاريخها 29/5، 29/5/1، قطعة وحدة. هيدا نموذج لفاتورة تانية من وكيل تاني يلي كمان وحدة، كل قطعة لصيدلية وحدة، ثلاثة. عم بيع بالظرف، ما تصدق، يعني اللي بيعطينا إياه الوكيل عم نحاول العلبة نفتحها ونعطي ظرف لكل مريض. ما فينا نعطي علبة لأنه بيطيروا بسرعة، عم نحاول نوزع أكثر شيء ممكن للناس، منقسمها على الناس. أزمة الدواء بحاجة إلى حلول عاجلة، وعاجلة جدا، لأنه حاليا لا دواء ولا من يتداون. إذن حتى اللحظة لم تترجم الأقوال إلى أفعال، وأزمة الدواء لم تشهد أي حلحلة، وكالعادة المواطن هو اللي عم يدفع الثمن بصحته. رشا زين هاشم، NBN.